طبعا بالتزامن مع كل انتصار جديد او كل فوز جديد للنادي الاهلي، يعني انا شخصيا ابتديت الاحظ ان مؤخرا الحكايه دي ابتدت تزيد بشكل ملحوظ، فكره ان في ناس قاعده يعني على السقطه واللقطه، قاعده بتتلكك على اي حاجه، وبعدين هوايتها الاولى والاهم هي فكره افساد فرحه الناس اللي فرحانه، يعني احنا ناس فرحانين بفريقنا، حقق انتصار، رجع بميداليه برونزيه من كاس عالم للانديه، واخد بطوله افريقيا، دوري، كاس، يعني جمهور فرحان بفريقه، ايه بقى المزاج في ان في ناس تتفنن في ان هي تعكنن عليكي؟ وبعدين حتى اوجه العكننه كلها اضعف من بعض، وكلها الحجه فيها تكاد تكون معدومه المنطق تماما، يعني مثلا بتلعبي فريق مش عارف، يا عم ده فريق تعبان، كسبنا 2-0 يا عم 2-0 ده المفروض يكسبوا 7، خسرنا 2 مش عارف. يعني ايه بقى، ايه المزاج في كده؟ انا مش فاهم. والحكايه دي بجد بقت ظاهره ملفته للنظر، وظاهره لازم نتخلص منها، لان احنا في الاول وفي الاخر المفروض ان احنا بنستمتع بمنافسه كرويه، مش بقى نقعد نلقح على بعض كلام. ولا انت شايفه ايه يا ست الكل؟ انا شايفه ان كلامك مظبوط جدا، يعني فكره هنا برضو يعني نظام مخالف تعرف زي ما بيتقال، ما اعتقدش ان هو ممكن يعني ينجح مع الغيب، ممكن ينجح معاك انت، لكن اوقات كتيره ممكن يخسرك برضو. يعني فكره هنا ان انت يكون ليك اهداف معينه وواضحة ان انت عايز توصل رسالة معينة، انت اللي خسران في الاول في الاخر، لان هنرجع نقول جماهير الاهلي واعية وفاهمة كويس جدا كل واحد بيقول ايه وامتى وبيقول الكلام ده كمان ليه ولأي غرض. يعني خلينا نقول جماهير الاهلي برضو هيفضلوا هم حائط الصد الاول اللي بيحمي اللعيبة والفريق كمان بوجه عام، فاحنا مش هنلتفت اصلا لأي كلام بيتقال، وعمرنا ما التفتنا، الاهلي عمره ما التفت يعني. ودايما الاهلي على فكرة يمكن ده اللي بيخليه زي ما بيقولوا كده بيحرق الدم، ليه؟ لان هو عارف انت لما تبقى رقم واحد انت مش فارق معاك اي حد بيقول ايه، فهي دي النقطه. يعني اللي عايز يتكلم يتكلم يا جماعه عادي جدا. الاهلي عمهم وحارق دمهم، على ذكر حارق دمهم. طيب.